السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة الوطنية، مرحبين بكم في هذه الحلقة الثانية من برنامجكم برنامج تيف الواتن، اللي طبعا يعدوا ويقدموا الأستاذ عبد الرحمن باتا ونشاركوا في تقديمه، والفنانة فاتو من تلقاضي والإنجلي اللي يتكلموا عن ضيف، اللي يتكلموا عن ضيف حاضر وغايب، شخصية الحلقة الليلة الشيخ المكيون، ومستضافين الأستاذ محمد والأحمد والميداح اللي يتكلمنا إن شاء الله عن ذاك اللي يعرف عن الشخصية كاملة اللي يحكي من غناء ونتعاونوا كاملين إن شاء الله عن نفض الغبار عن غناء الشخصية المهمة اللي هي الشيخ المكيون واللي عبد الرحمن يعرفوا عنه تقديم إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أنا أعزائي المشاهدين في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم تيف الواتن، واللي كما أستاذ أحمد برنامج أسبوعي. شخصية الحلقة الليلة هو الشيخ محمد محفوظ المحمد والحبيب الله والمكين، معروف بالشيخ والمكين، وضيف الحلقة الأستاذ والأديب والناقد وغني عن التعريف والأستاذ محمد والأحمد والمداح، ولاه إن شاء الله كي قال أحمد يتكلم لنا عن هاي الشخصية اللي مولود 1912 في ضواحي مدينة تلاق، وترجلها الفارس عن صهوة شفاده للأسف الشديد 1996. وهذه شخصية كترى فيها محمد تلقات تعليمها كباقي ذاك الجيل، تلقات تعليمها القرآني والفقهي بمحضرة الكحلة والكحلة والصفراء معرفة المؤسسهم العلامة الجليل مرابط حبيب الله وللقاضي وللديدة، وانتقل عقب ذاك الشيخ لمنطقة القبلة، وعقب ذاك التحق في السنغال كان يمارس فيه التجارة والتحق بجماعة المهاجرية، وذاك قاعد انتم اضرب تفاصيله ان شاء الله ترش الله نعرفه ان شاء الله وتفاصيله للمشاهدين بصورة اوضح. وذكرهم بارقام الهواتف لعلهم يعودوا مع طبعا الحلقة هاي الحلقة تعرفوا عنها دائما فيها اتصالات 20 دقيقة التالية من كل حلقة في اتصالات، اللي طبعا ذكرتكم بأرقام الهواتف ودور تعود مكتوبة لكم إن شاء الله على الشاشة، 45 29 42 14 45 29 42 14 42 43 42 56 42 43 42 56. وطبعا 20 دقيقة التالية إن شاء الله. تفضل محمد. تفضل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة أولا. ثانيا نختار ننبه سابق ندخل في الموضوع لفائدة مستمعين والمشاهدين عني، ماني هون لإضفاء شيء جديد على شخصية الشيخ المكية، كذلك ماني هون إياك نتناول غناه بالتمحيص والله بالتزكية به. الشيخ المكين غني عن الحلقات حقيقة، وغني عن الشيء كامل اللي يتعلق بذكر غناه، حتى أنه حد في نظري حد قال الأديب الشيخ المكين لا يعود هنا عليه به، لا يعود حده في إطار الأدب فقط، وهو إطار أكبر من ذلك شوي. الشيخ ما خالق حد من متشبث بثقافة البيضان، بدالي عن قاع الموريتاني بصورة خاصة، قال ثقافة البيضان حد كان متشبث بيها، يعرف عنه كتب اسمه في حروف من ذهب في اللي ينقالوا الأدب الحساني، والله الغنى الحساني والأدب بصورة عامة، تراث أمتنا كاملة، تراث الموريتاني، تراث هذا العنصر الكامل اللي ينقالوا البيضان. هو حسب اللي بعد لاحظت من أخباره، أنا شخصيا ما مع الأسف قليل في إجباره، قطريته مرتين كلهم عابرة، يا غير لا حكمنا نعرفه بي اللي نعرض له عيت نسمع من غناه اللي نقد نحلل منه شخصيته، اللي نعرف منه بعد قاع عنه على مستوى عالي من اللي ينقال له الأدب سلوكا،
به اللي حد ما امتلم الادب سلوكا ما يقد ما يقد يظهر ما يقد يظهر غناه بذاك الاطار الادبي الرفيع ويظهر منه جانبه العلمي ولا طبيعيه قاع به اللي هو ما جاي ما حق عن الادب ثانوي في تكوينه ويظهر منه اللي يقولوا له الناس الوطي على الحروف مع مولي الوطي على الكناف حيث عنه ما قط حد مروالو شي يقدي يشم فيه رائحة الشي ما هو طايب وحتى انه يعالج مواضيع مو غيلة في السياسة والله وعنده ذب السياسة ويقبل مواقف شجاعة ويقول عبر هذا عن شيء من الغنى اللي ما فيه تم لا طايب اللي تم لا طايب وكذلك ما بد أمي في الغزل يقول منه شيء ما خارج شيء بلغ منه كانت الناس نبي نحكي على المسيد مرة هيك كل عبارة تقولوا عنه نحكي في المسيد كان هو بل جماعة الناس كاملة وشيء نحكي فيه إلا معناها عنه ما يفرق الجماعة يا غير بعد هذا ما منعه من يقول طلع الشهيرات طلع مثلا بقاس الشهيره الله شكيبته الى عاد الدهر لحال الى عاد الدهر على حال الدهر اللي نعرف مازال وبلباس وعيد التحجال وبلد فيه الناس اللي تنقاس مازال ومازال الى قال اللي يبغي حد بلباس انا بعد ولاني مقيس اللي نبغينا عاد بقاس ومن الناس نختار نقيس الله يخليك وهذه فطانه الناس اشياء عند الناس والله زاد من طالع اخرى اللي اخذتها غزليه منين؟ وقلت نحكي في المسيد ذاتيه والله قاعد نحكي في منين؟ بالمحصر يتحيد لي حد عييتي لود لي في بلد من قمله اللي فيه لود ويقيس هالعمر واللعلي وعنده هالعمر واللعلي بعد الى لود لي وكهلي ولبي من حد اخر يا غير انا فصل الدخل حد لود لي في المحصر عند الحبيبي لود والله الله يا غير انا فصل الدخل حد لود لي في المحصر هذا مثلا هذا الجانب الادبي من شخصيه الشيخ زين حق لعني انا ارجع له ما زلت لعاد ذاك هو نظام البرنامج لا نحن لا نحكو لا مين تعود واضحه لك طلع عليك زين عندك نقول عن الشيخ عنه خلق اديب اللي ظهر القديم هيك معناها خلق مغني لقنا قاعد يكتسب لقنا يكتسب والادب يكتسب الصم البيئه ومن المحيط بينما لقنا قد حد يتعلم وانا ماسي عنه خلق اديب نفسه اديب محيط ادبي ودار على ذاك لقنا وعاد مغني واديب وعنه ملي في مرحلة من عمره عنه تشبث بثقافة المجتمع اللي قالوا القيدي والله زاد أولاد ديمان بصورة خاصة اللي ثقافته في نظري لا نوع من الأدب لا مستوى أدبي من يلحقوا حد عودي قال عنه من ديمان اللي قال عنه طاي وديلك على عنها ما هي خاصة بهم هما كشريحة اجتماعية ولا كفئة جميع مثلا الثقافات اللي من يطيب الاديب والله الكاتب تلحقوا يخاطب القراء والجمهور بنفس الخطاب اللي مبرد الاخلاق في التعبير ومبرد الاخلاق المولي في الرزانه وفي الكياس وهذا قطعا عن الشيخ عنه رمز في نظري من رموز هذا اللي قالوا تقيدي والله الطيب والله الديمي وانا بعد شخصيا ولا هون مولي اكررها ما نقد نعود عندي من جراه على نعود عندي نعود عندي نظره على الشيخ نظره نقديه والله شيء ما تصحبه طبعا نعرف انكم انتم الصحافه تنفخوها ما خارج الشيء ما ينتقدي غير تنفخوا الضيوف الى يهدوا عليهم عنهم هذا اللي معاد مرياح وانا بعد ما انتهيت فاتوا الحكومه ما ليتك برضه فاتوا قولي بيت هون وتبرمج وتحا باش كان الله ما كنت تحكي لنا شيء اخر كانك تحكي لنا شيء لو تحكي انت من
بسبقي 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 بشدوه القياضين. أحز الذي قد حاز العور قبله وهو على منهاج أبي ماضي. أحز الذي قد حاز العور قبله حاز الذي قد حاز العور قبله هو على منهاج أبائه ماضي. الله الذي يا ولد تحكي لنا شي انت لحنيت احمد انا كنت شغال رزاي لحنيت حرر ان شاء الله نضل نحكي لك ذاك يغرقع ترفضت من كرني انا احكي لك شي كنا شنو الشيخ ناس ترقع قلت من دار الحكام ايه والله يشفيك ترقع حنر لما يعد وفات هي القاضي قاع ودي معقول. أنا يا محمد من الناس اللي يسمحوا لي المشاهدين نبقي نحكي لي على صاي. الله يلاك أبو أخا غيرني بيها. لا هو اللي يقولها له نقول أنا ما نعرف نحكي لها صاي. غيرني بيها أنا أصلا ما بيا لك أنا بيا اللي ما لا خفت نعدل شيء ما هو زين تو اختاري مين نحكي لها نقول لا نعود لك إلا نقول ما في قبال. زين زين الله يتبارك الله حكاياتك نسمعها رائع. سكات مرة يا محمد الشيخ خط لي يقيس عندهم زيارة روحية والشيخ اللي جايسين لا يزوروا صاحب الشيخ صاحب الشيخ والمكي
شيخ تربية. شيخ تربية قال صاحبه هو سنن عصره. قالت له خطأ لا يمشي معاهم شور الشيخ اللي يزوره. وذاك ما مرق فيه. ولا يقوم اللي يحكمه هو معنا عن يمشي. هذاك دوره. يا معطاها رسالة للشيخ إن اللي جات الشيخة تعطيها له. قال له للشيخ الزيارة هي لصلاح عند التربية. للشيخ الزيارة هي لصلاح عند التربية واشترط لصدق النية. أي زار بالإشارة ولا عادة ما مرضية عندك يكون الزيارة في جهة لا جهنتية. ما في اللي يرضيك خسارة وراي من تواسيها. زيارة للشيخ الدار الإصلاح تمتثلي فيها رحم الله الزهرة. ما تحصل حتى الشيخ الشيخ زيارة. الشيخ الزيارة هي الإصلاح عند التربية والشرط لا صدق النية. ينزار بالإشارة ولا عادة ما مرضية عندك يكون الزيارة بتجيها اللاجئ انتي ما في اللي يرضيك خسارة. وراي من تواسيها زيارة للشيخ دار إصلاحك تمتثلي فيها رحم الله. شفت هذا مثلا نزارة هاي قلعة شفت فيها 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 ياسر مش فيها حكم الزيارة وفيها مملية أدبيات الشيخ وفيها أدبيات وبعض مثلاً تبجيل للشيخ الموعود وفيها الغزل المملي فيها دي الخلطة قلت حد يعود قلت حد يعود نعم يرضيك خسارة الخلطة ما هو رحم الله هم الزارة الخلطة عجلان على رجوعه فيها قاعد فكرة زي مثلا قلت حد يعود موت الميدي يعود الخلطة تلامي ايه ولا يحكموا على زوجته يا سلام وضرب عليك واحد الله الله يا مريم محجوب والعناد يوفى والشوفة وفزان والدوا عندك العرات تام عنه كنت تدوا حد انه اليوم ولا عاد عندك واحد ما هو ودعتك لله ويحيكي منك خليته للدوا وانت دون دويك ودوا دونك وكو مره محجوبة هذه جبرت الاسم جبرت وطلع وفي كيفان للشيخ كيف يطلعوا كي الدوا مره محجوبة عاد ماسية محبوبة يرد عليها مطبوبة رد يضحك منه هو وتضحك انه ما هي مشعوبة هي عملني منوة قال انا باحر قلت اني ذاك اللي هون ذاك اللي هون يرد الدوة من الكلام وتضحك منه مرة محجوبة شنو هو مالي مزين مازين حتى غزلوا خاص ما هو كي غزل الناس اللي عاش معاه من الزمن وخارقة مرة قالت الناس انه يالتو يقبل حد يا قيل ما هم حد يقدر يقول للشيخ انه يقبل حد وبطا ما عدلها ما عدلها قاموا جاوا لمحمد بوبا رحمه محمد الجميع ان شاء الله وقالوا له عنه يقول للشيخ انه يعدل معطل يعدل الاسره واللي قد يقولها مثلا قام محمد بوبا وجر الشيخ قال له حد من رجلي ما نسميه فات المولى والساه على خالق شي تخترت يواسيه الناس ولا وساه علاه قال له كوني ما وسيت المطلوب مش زينك كبير اسمع له نواسي فيه الا مركوب الظهر اللي برك نعلاه نعلاه الله يجزيك نواسي فيه الا مركوب الظهر اللي برك نعلاه زين حتى نجيب زين حتى حد من الرجل ما نسميه فات المولى والساه علاه خالق شي تختاري واسيه الناس ولا وساه علاه زين حتى قال له كوني ما وسيت المطلوب مش زين كبير اسمع علاه نواسي فيه الا مركوب الظهر اللي برك نعلاه اللي تقول على ذكر باط اللي تكلمت لك عن جامبو الادبي اللي قلت لك عنه غني عن الحديث يقول لك عنه أكثر عندي من أخبار من مرحلته هون في جيزي عنه أنا إحنا إله ما نقول له قاعد أحسده غير بعد نعزله ولا حرارة رجاج جاي مذكور عنده مواصفات باط مظهرية زين ويدخل في جماعة فتاة ومغني وداخل جماعة ما بقى نوع من الشيء قد يخسر الواقيش ما تباركوا له معاه شي من الناس اياك مثلا يعود معه على المستوى يا غير من الناس القلائل اللي دخلوا ذيك التراب ومرقوها على الفوق زين حتى تعود تعرف تاريخنا احنا
ما اعرف ليش حد في ماتية عنده ناس تعزل تو ناس تعزل ناس تعزل صرت المتميزين ها ايه يا غير المتميز البقاوي الاصلحي شيخ المكيين قليل حد في ماتية قبيله ما يسمي عليه اولاده ولا نعرف نعرف الناس الكبار يغيوا فيه يغيوا في ادبه يغيوا في اخلاقه ويغيوا مولي في قلت مولي تبهليله معناها معرفته للمنطقه اللي هو فيها حاجه اللي عني عام 76 قعدت جيت للاب وفد من الشباب وسامع به في الاسطوره عندي هي اسطوره عندك شيخ لا اسطوره عندي حقيقه ولا نهاري الاول كنت شارعي هو اللي راشد جاي جيت عارف عنه هو هذا عرفته لا جيت عارف عنه هو الراجل الزين اللي ما لا الا قلت القراق والدراعه هذا الحال لا الصوره اللي كنت نتخيل عنه حاجه اللي عندنا جينا نحن الشباب سلم علينا وسولنا من جايين وعرفنا بروسنا ولا قال يجي حد من اسمال وقال ولد فلان ولد فلان ما سولوا عن فلان سالم يسولوا عن حد من الاسره هو هو ما يعني هو عنده معرفه حقيقيه وتكلم وتكلم لنا باطب ياسر من حميميه عن عن ذيك المنطقه وعن افرادها واشخاصها الكبار معناها عنه معناها عنه لا 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 الشيخ المكي قلت له يقول لك لا فتاي قال انا قاعد فتاي نختار عن الشيخ المكي لك زين حتى قومك يا زهو العين يجون مجتمعين وجه واحد واثنين مو تقم من غلاك دورو فرماسيين زين يطيب الامساك والثياب الزينين والنيله والمسواك محقين مساكين عين فعلاك بلاك وانت حد عرفتيه سياني عندك جاك بلاك ولا جبيه كام والله عندك جاك بهاك انت حد عرفتيه عرفتي بعد يعني عندك جاك بلاك ولا جبيه عندك قاع شفت كان وكان حد ما هو ديب يقول بغيتي عرفتي يودي دير بلاد الشوخه بغيتي يقول ولا قريبه انت عاد بغيتي انت عاد عرفتي جايبه المعنى جايبته كاع حتى تقادي تقادي المعنى الواعر حد عرفتي سياني عندك قومك يا سهو العين يجونا مجتمعين وشو واحد واثنين مو تقم من غلاك ويديروا فرماسيين زين يعطيهم المساك والثياب الزينين والنيله والمسواك ومحقين مساكين عين فعلاك فذاك وانت حد عرفتي سياني عندك جاك بذاك ولا جبيه عندك قاع بهاك والله لا افر من ما زين شفت طلع اللي مشهوره عايشه تخمامي ما ينزاد باللي ما عادلت فقاد دقاديها ومعناها عايشه تخمامي ما ينزاد باللي ما عادلت فقاد اسوى مجلج والسعاد يا زهالي ما يجبر بالي شي تجلاج وما هو معتاد ما حجل هالي وزهالي ولاني لاهي نجبر شي زاد يا زهالي ما حجل هالي والله هاي منين تقبلها وتدير الناحية الفنية ها ما فهم حرف تقلع من بلو ما خسر ذا كان هي تكتبها زينة حتى تعلم على الورقة زينة هو متقادية والله ما عندك شي من ادبو السياسي لكن ما تقعد يدار بعربات خلات من الحياة يدار مقارنات خلات من الحياة احنا لا نحكي لك ان اللي بتيت عاد لكن ادب سياسي والله اللي عندي بعد شيء اللي ادب سياسي يقول لي ايش تحكي منه انت مش نعرف من يوسري غير ما غير حقيقة ما نعرف كان ما نعرف احنا هون على كل حال مقعم الشيخ قلت لهم الضيف يا غير ملي احنا هون لا نحكوا ذاك اللي قدينا نحكوا بالله انا صاير خالي يسر نقدر نحكيه ولا نقدر نحكيه اللي ما نعرف ملابسات مين ما يعرف محمد اللي عندك هذا ايه هذاك واضح هذاك واضح غير لا نحاول انه طلع زينات في السياسه روعه غير الاموال في نعود نعرف ذاك اللي خالق راجل من كان تين ذراعه ما ينقص ما ينقص يقوم يفردل في الناس اللي لا حاله فيه ما يبغي تنقاسه خالك حد كان يختار غرر قاش باب لا حد راشد بن ديمان قاعد وقال له حد قوز فلان ذاك واعي على كاس قال له انا حد ما حضرت الرقت وما النقص قلت له لو كنت حاضر القولان كنت حاضر القولان وفي البراك نعود حكيت لك غير ما نعرف ما عندي اخبار ذاك على كل حال عنده شي مغنى السياسه اللي مشهور وكي قلت ملابساته والله هذا هذا هذه طبعا مشكله من المشاكل اللي يلا تناقش في الادب بصوره عامه
والله كان كل شيء قد نحكى والله كان كل شيء قد ما في بعد شيء خاسر قطعا ظهرته بعد ما في ظهرته بعد ما في شيء ايوه ما يقولش خاسر بيه اللي راجل طايب ومن الغنى اللي معروفين طايب لا يقولش خاسر طبعا خادم بلابسات ومو معيد قلت عذر ما نعرف ما نعرف هذا من قولان يقول هذا من قولان الوزير لا يتواسل والمدير لا يتواسل والخبير لا يتواسل كياسه متعدل ومونك وكبير وملي فيه السياسه الله غير الشعب لا مازال مقلل فيه الحماسه تارك عنه ذاك اللي قال الحان ياك يتواسل هذا بعد زين قريب خارج خارج خارقين طلع يقول لهم الولايات ودائما والله والله ايش كيف مسؤولين لاقي سته؟ اذاعات ما هي محظور اذاعات ما هي محظوره ثلاثه نبغيهم حتى ثلاثه نبغيهم بالشو دائما خالق يقول مذكور وعين مذكور وعين مجدواني في بلد البدده والله متعدل حقه من المده مذكور وعين مجدواني في بلد البدده متعدل حقه من المده معلومه وفاضل منه مسك وتلقينا ذيك الرده بالفرحه عند تيقنا ولا تكبر قاع مرده في اللي نبغوا معروف انه نبغوا والي من الله متعدل حقه حق ما كنا نبغوا شلاي فكتير البدده الله ينزل هذا بعد انا ما ظهر لي عن في شيء هذا ما في شيء بعد هذا غنى عنيان عليه طلع الاداره عنيان عليه شويات فم يسمي فيهم ارواقيش يسمي ارواقيش خلقه طلع عليه مشهوره فيها يقول فين وفيها ولات والله شيء ما في شيء اللي هو بالنسبه له يحيى عام والاول ما دل يكون ليش متعدل والله بلاد اللي بيه وبدل عبد العزيز عبد العزيز تلبو عبد العزيز قد عدل ما قد عدل الغلب عدل الغلب ايه اللي تلبو بومبا عنده فكرة والي حاكم قلبو تلبو اللي لبو الحمد لله تلبو الحمد لله اللي تلبو حلقة مرة قالوا عنه هو واخر زمنه تقارك ديات الدبانة ذيك كان معاها فريق والله معاها مبدأ قهل قلاقي فهم على مستوى قط لا تعزم الهياكل والله الهياكل مشات ترى في اللجنة تحصيل ضعاف واللجنة هذه اللي راح فهم فيها رواقيش بينهم سوء تفاهم سياسي والله خلاف سياسي ذاك عود مش مفهوم أشمل معاه مع الشيخ ولا خاص إلا ذاك الفريق اللي فيه للخيام اللي بعد اخبارهم عند الشيخ هو عليهم ليل ايه وقع متكلم بس هو توف اخبارهم عنده ولا سجلهم توف الضعاف وذاك ترى ما عاد هو يقول الناس الهياكل مشات لجنة تحسب للناس الهياكل مشات لجنة تحسب قد اللي رات من ضعفتها والهوسات لجنة عنها حسبتها بحسبتها ذيك استكفات هي اكثر من ضعفتها خلاته هي اكثر من ضعفتها خلاته وفي ذاك الوسات اللي شنو حجتها لله كانوا مثنى اعتماد على المعلمة متحسبتها للضعف والله كانوا زاد مرخصت حسبتها مرخصت حسبت لجنتها قال لا بد المعنى للناس 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 الهياكل مشات اللجنه ليش نتحسب قد الدرات من ضعفتها والهوسات اللي سنعنا حسبتها بحسبت هذيك الهوسات بحسبت هذيك استكفات يا اكثر من ضعفتها خلاته وفي ذاك الهوسات اللي سنعنا شنو حجتها لله كانوا متن اعتماد على المعلمة تحسبتها للضعف والله كانوا زاد من رخصة حسبت هذا واضح ليش نتها قال لي المختار لهالدار رحمة الله عليه عنهم استحق انهم كانوا في الدار وهي الأربعينات معصر في الماتية وشي من المغنيين والناس اللي الدار هو تقريبا العاصمة الثقافية والسياسية موريتانيا كانوا جولوا مراج ومغنيين جابر في الناس المواسم قال لي تمينا معنا ولد بن ولد حميدة مختار بن يداح محمد رجلية سماها ملك وسامعين بالشيخ والمكيين قال لي قال ما قطع جانا وجو تمينا جانا نحن قال لي عندنا برنامج من الساعة قال لي هالنقذي والهو المستمر قالوا فيه قفانة مشوار زمنيين يا غير خارج ضمان على حد قال قاف في شقاري حد قال قاف في شقاري يلا أمان يلا أمان وذاك ضمان ما نعرف عندي عنه أصحابه تقول يبغوه ذاك ضمان قال لي نقبل أنا قاعد معدل منه جزء ما غيبت وياسر قال لي لقنا رواقي قال لي يلا ما ياسر ما قال لي لانجيس كولاخ
يعني استذبه شركه والاخير جانا الشيخ مقيل قال لينا قال ليش ما عاو متهاوش عندنا اخبار لقلمين عاد الدح قلعت انا قال لي انحاني الله مات سامع عنه مغني ونختير قال لي خلق الهول قال في الليل قال قافين تباعدي غير ما فيهم الله مات ما فيهم الطريق قلعت الصبح مولي وخلق هو الاضحى هو اذا ما قال مولي قال والله اثنين ما معسوس عليهم معسوس عليهم ما قال لي دحميس انكفر يعني تو قال لي حد من قوم الشيخ انت معناها مختار انت مسدبي قال له هي مسدبي بعد قال له الشيخ الراجل قال له مغني حتى ودافر حتى وانا ما انحاني الشيهوناتي الله ما خالف ايه عاد ذاك منين يخلق لك بهوله مين يخلق لك بهوله ويحدد لك لا يقعدك بارلمان لا استغنى استغنى في لحظه بعتوا مستمعينا معنا عفوا المشاهدين دور نعود ان شاء الله نقسم لو سمحوا لنا يا محمد احنا طابين انا فت طابين الاذاعه مثلنا والله انا اتابعكم في الاذاعه وتبارك الله اللاعبين ذاك لا مستمعين مشاهدين لا مستمعين غير بارك الله برنامجكم نتابعه دائما والله شرفين بالمناسبة راهو جبر احسن برنامج اذاعي للسنة والله رانا مهنيين ومهنيكم كاملين الله يستحقها ان شاء الله اظن ان هذا هو احسن برنامج تلفزيوني اللي قدك قول لهم ان شاء الله هناك عندكم يسلك حال والله قاعد
والله ايه شتي الضيف من العود يقول قاف وداك يقول لي فاين قاف ما تيت في سن تخول لي قاع الهولي في كل بليد ولا يسمح لي ذاك اللي عن لقاء ولا محيد يغفر لي ذاك اللي عن لقاء ولا محيد ولا يسمح لي ذاك اللي ولا يغفر لي ذاك ولا يغفر لي ذاك اللي عن لقاء ولا محيد عن لقاء ولا محيد ولا يغفر لي ذاك اللي عن لقاء ولا محيد واني واللي واني قراك سويدة واني ما قراك سويدة زين حتى قصر صلى الله والي ولا تمر لي مرار الكرام ديال الوقت عندي باش تجاوب باش نجاوب تيت باش نعملو حق خد لا المونة كانت كنتون احنا انت ما شاء الله ما تعاقب يا قيل انت بعد انا جاي المونة والله ما شاء الله هذاك حق كي نبدر عنده فم قيفان من دبير زينين ترى عنده هو طلع من دبير والله وعنده الوحدات من دبتيت نضر المور مراك هذا لك حال وعود نبقى الله عشان دبتيت باش لك احد يتوف العجلة لا اخذ لي قاعد توف وقس البياض باش نشوف الوقت ما زين حتى شيخ الدود محمد مشاطر من الراعي الشيخ قناة كامل قاع زين غير الشيخ انا شخصيا هذا راي شخصي شيخ انت ترى متعة تقن الشيخ وتحسنا تعامل مع قامة ادبية كبيرة اللي تمس البوير تمس البوير الشيخ خصوصا البعد الغزلي تجبر مادة الحقيقة هو عنده خصوصية قطعا وقطع عندي عليه شهادة هو عنه قد سوت مختار المداح رحمة الله عليه ما قال قلت له انت والشيخ والمكين هم اصحاب ما ياسر فيا نسمع قطاعكم نسمع قطاعات بينكم انتم والناس ملي. ما سمعت ما ياسر فيا نسمع ياسر من قطاعات قال لي ما لنا واحد انا قال لي قاع ما نقاطع فيا ما فيا العيار والشيخ قال لي القطاع اكثر فيه قال لي يخلق عند الهو بشطارة قالوا في قفان الاستهلاك المحلي ما معسوس عليهم قاع والشيخ قال لي قد لي الحد ما في همول يتمرق همول قاف ولا طالعة ما فات ظنوا ما فات وما تلاقوا في همول إذا قال لي فوت عليه وفوت يجي الزمن قاف ما يقول لي قال لي القاف قاف الشور هذا اللي عشلان المفريك ما هو قاف قال لي قال ولا معناها عنه فات هو عدل تقل هذا حين الموضوع مشاهدينا قد عدوا اللي الحلقة الفايتة خلقنا ياس من اتصالات اللي طلبوا منا عن يلا انتم نقولوا قيفان احنا اللي مقدمين البرنامج انا انتم نقولوا قيفان لفاتو بها اللي قال تشوار زين زوليين وياسر من الناس غير احنا فكره البرنامج اصلا ايه على الضيف يعود هو الى بغى يقول قاف يقولوا وازع عليه اللي يعود يقول بلي عاده ضيوفنا لا يعود الا على المسرح وحنا نقولوا لا انتم نقولوا قيفان غير ما ظن بين اللي حاضرين دائما معكم صيافي لهم هم ما قاعدك نقول احنا اللي ما احنا حاضرين دائما الشوار نفس الشوار انتم نقولوا قيفان عقبوا ني واحد من اللي بدا يقول قاف زين يقولوا كيف كنت تقول انا اظن اللي انا هي فكره البرنامج غير ملي مشاهدين الكرام وانا طالبين منهم اللي بيقولوا لنا رايهم باللي هو برنامجهم وتغييرات كامله يدخل فيه لا تغييرات جايه ما عندهم هم وراهم وفاتوا بعد تختار حتى ما يقول لي قاف والله ماشي معك شي ماشي معك تستاهل ترى انك بعد الليله ما انا كنت تقول لي شر ما قال لك شيء قال عنده خصوصيه موليه لا تلاحظ لها نسمعها بعض من برنامجكم عن مين قال هالشيء تجي قايد ما تخص ما شاء الله ما هو ياسر ما تلي ياسر ما تلي ياسر حتى عندها صوت واحد اخر عالم انا به محمد على انهم اللي نورك من الفنانات الشابات اللي ما شاء الله عادت على الخبيط الزين فردي ولا قليل لي مول جاد هذا قصه معقول ما جاي من ايه ما معقول لك من عريجته مثلا ان شاء الله يردينا زين تبارك الله معقول
عني في ما راسي ما راسي ما راسي وحدة يا من ثنتين. محمد الشيخ شطيلاه من زمن حسب عندناك فترة تقيدي كم سنوات تقريبا؟ من الساعة اللي عندي أنا شيخ بداية الأربعينات والله وسط الأربعينات. من الساعة اللي بعرف مع الناس قاعد ما قاطع تصيلة لين قعدت يا خير بعد تقريبا يعود حوالي 6 سنوات 7 سنوات في له والناس تجابر كاملة بعد هو مثال يجابر أم اللي في دكار دار اللي كانوا يشتغلوا فيه كاملين اللي هم جماعة المهاجرين. الرجال ما هو عنهم كانوا جبابة حد ما كان في دار كانوا يشتغلوا كانوا تجار يعيشوا حياتهم وقطع عنهم كان في مواسم ثقافية جوا المراج الناس كانوا أثروا هاي الساحة والله أثروا الساحة قال في ياسم الغنى قال في ياسم الغنى وما تيجي دور هام لمحمد ولد بن مقدار الله اللي كان الدار تقريبا هي بال كان جاء عبد الرحمن سيد احمد سيد احمد العيد عبد الرحمن ويجي الناس كيف سيد احمد احمد العيد وعكاظ كان وكان عكاظ الدور ايه هو كانت مدرسه ما لابد من مدرسه واخذ منها الناس كان زين هذا اللي سابق ذاك مشيه لندار ما هو باطل الأربعينات اللي هو سابق ذاك اللي باطل تسمع عنه ونحبس فيه إنه خالطين بين فترتين كانوا فترة فوائل إلى قرن طيف الملك العاطي وتم تصيلة بعد الأدبية اللي مكترنا إلينا في شبيهم ولانا في ظروف بطولية معروفة مشهورة لأن من الناس كان عكاظ البيضاني جابوا فيه هو سوق عكاظ فيه البدع زين حتى واحد ما غيرك يسمه وتراب المد مقسمه بينك والناس مقسمه ولانا مدينا وبلانا من المد اسمه والارض من المد ملانا دور اشكر متحق ولانا بالشكرانة قد يستاهل حق شكرا له ومولايانا تربع عتربع تربع بالسبة هون ولا نقاب افتتحانا ولا لا هي يخلق باعتكون الدكتة مولايانا ما يلزي تربع بالسبة هون ولينك ولا يا قابل تتحاني ولا له يخلق بعد كون
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله هنا لا لا إله إلا الله. زين حتى الله إلا زين حلا لك يا علب السيار وقورة وقورة عفلش ورقانة ويور طيل ويماسار والغجرة من هوانة حمد لله اللي منين في القبلة طيت زبينة تميت مقوم قاف زين من البير المنينة هذا الشيخ كمان الله يسك واللي يقول بالقوم الخير اغلاك ضروي وقاع اللي يصبر بالقوم الخير اغلاك ضروي وقاع اللي يصبر مو لما لقاك لا خطر طبعك عنه تبرامك وحلالك بيه لغير مر وحرامك للي رامك دون حلالك ما يجبر بك الخوف من حرامك, من حرامك صح والخلق على ملقاك هي ترامك كل بيه كرامك رامك بيك تبيت شرفه عرب برامك حتى وما اللي هو اللي يقول لي عاتك عند نعيمات العقبة لك مخيمات ومن طوال القيمات ولا صابر للحال وانت يا هذه ليمات هذه قاع الرحال بيك الغيوان مجلش قلوب الدجال وجلشتي مزوجة وجلشتي مجلشتين نهار نخوض ومشطن مرقم مريم محجوبة نوبة عندي ونهار عم مريم محجوبة نوبة هلا هو يا محمد ما نبع عرض ياسنا ما حلا ياسنا هذا المسير من بهار شنبتيك الله ما نعرف ومعاطي مولانا يشرح الأخلاق والصدر الأخضر وظل مولانا ما تحكي يا درحان طلع لك اللي يقول التكبر ما أدرت إنه ولا واحد مهنتين مين يقولها باقي لك ما هي من المين في الهود البيت الحق زين باقي لك وخبيط عردين يتكبر باقي لك وخبيط التيدين تبينه الحق مولي لك وعلى الشي هو لك من تشي والهو لله الشي لك منه ما فيه لحد الشي والله الشي مخلي لك زين حتى اترش وقل شوين رد من الناس وززتي لحد في الترشوت محلي العهد صح من قلت الشي قادي لك قادي الشي فيك لكل حد وانسي ما قادي لك وعلى الشي هو لك من تشي زين حتى والهو لله الشي لك منه ما فيه لحد الشي والله الشي مخلي معها معها انا ما رأيتهم اخرات قلت لها طربي طيت وطفح الشباب مني وزرقني الذهاب زين جبت المولانا كل باب فيه من الطرب الكافي دخلني طربي ما نهاب طرب شوي ولوافي واليوم منين الراس شاب وعاد الطرب علو صافي حد شغل منهم فيه حاب يفرحني بالخافي لا ينوف وفيان حد من طرب وما رحافي وكاري الحفير غير بعد من ياسر من وافي واللي يقولوا عر الحاجة العام باد لحق اللاحق والهون كات وهلا ويا شوفيه عاد شاطنهم وعر الحاجة وعاد اللي حاجة فيه زاد هلو فيه بلا حاجة يكون أنا وحدي فلان والله غير أنا وحدي فلان يكون أنا؟ يكون أنا وحدي فلان واش طلي من ويا جم وعر الحاجة حد كان يجم التبلا سكات الله يلس وزين ذاك اللي يقول الشيخ لا هذا ما لك ليه تجبر منه شيء متفوص يقولوا النقاد لا كل شيء بنيان مرصوص متافق معناه و طلعت لي كلمات لك في التوحيد زينه ما يقسل امر ولا يهون ما هو امر اللي لكم ما يقسل امر ولا يهون ما هو امر اللي لكم عون من الحادث فيه دون المشيئة خيانة كافي شي شاء امولكم ما شاء الله كان وما لم يشاء ما يكون والعاطش مولانا والدهر هلو متأنسة كل نهار بالمعانا من عانني ما ينسى ومن علي يعانا الله يدعك الله يدعك هاي من روايعه هو الشيخ سلس ما يكسر امره لا يهون ما هو اللي يدركم عون من الحادث فيه دون المشيئة خيانة كافي شي شاء امولكم ما شاء الله كان وما لم يشاء ما يكون العاطشي مولانا والدهر هذو متأنسة كل نهار بالمعانا من عانني ما يتسى من عليا يقول دي لقد قال لي صديقي باطل استاذ عبدين ولد التقي
خير. الهباط يقول لي عنه ما هو ناسي، عنه ما هو ناسينا نحن هو. قال لي ما قد نساكم به اللي عنتوني وعنتوا علي. ما دا سنتين. ودام العالي والعالي. فقال لي عنتوني وعنتوا علي لا في طار لا يا. رانا بالمناسبة منين اسم الأستاذ دنبس مع عابدين وعبدين التقي. اسماعيل محمد يحضيه والولي والمين وبنعرف قاعد احنا قلت مولان عدو ومد ومد والعلم بطالب تبارك الله ما شاء الله اللي عبد الرحمن الدرعودي عرف ياسر منهم وانتم تعرفوه طبنا طالبينهم وعلنهم يعودوا عارفين واتقانه وتقي جماعات كامله اللي مهتمه بالادب واللي تعرفوه رانا طالبين منهم عنهم يعود يعرفوا عن تراث هاي الأمة اللي قال لهم كلبيوان لأنه عادلة هي عادلة يمشي ويخلى بين يدين ما هم كبارين فيه ودو لكن يدوها ما الله يخلى بين يدين تلك طالبين منهم كامل يعني أنهم يعودوا ضيوف ذي برامج أدبية للساحة ويساعدوا في ذراعها ويجمعوا معانا غنى المغنين برنامجنا هذا اللي دائما ذكروا عنه كل حلقة اللي عدلوها عن شخصية معينة من الشخصيات المعروفة زين عندنا شخصية غناها ما هو ياسر الناس ما تعرفوا موضوع عن الغبار مختارهم يتعاملوا معانا ورانا ما نقدر نعدون بين نعرف عنهم تبارك الله ان شاء الله في موريتانيا كامل ولي احمد ولي صنتون نحن ان شاء الله اي حلقه عليه عدلوها عن شخصيه لهي تسمون نعدلها يعني ان شاء الله دورت دورت للوطنيه ان شاء الله كي تعرف نفرنا صعوبه كبيره في الحصول على على ادب محمد الله يرحمه ذاكر على ادب الشيخ وحال شاف ذاك الموضوع وشاف الارقام عنده اي معلومه عن الشخصيه ذيك تعلق بحياتها والله بأدبها والله مراحل عمرها يسعفنا فيه وعود ساهم مولي في حياء والله في إذراع لي والله التراث اللي هو أبعض من أصدقائكم أنتم مولي رسالة اللي تعرفوه يالتكم من المنبر تطلبون من نفس طالب نختاروكم وتعدلوه إن شاء الله ما لي هنا في خلع نختاروكم مولي من المنبر تعدلوه أنا طالب طبعا لأسباب معروفة عنا نحن هذا اللي دبل ده هو لين يندثر له نعودوا له نعودوا ما عندنا ما عندنا مرجعية ثقافية وتبارك الله مغنين ياسرين والأدباء حقا عنا عندنا فينا غداش يبدأ وبعضنا ما يبقي الأضواء والله ما يبقي بعض الضوء فيه اللي يصقعوا ذاك بعد هو اللي يا غير بعد مولي كيف قال أحمد لابد من مجهود إياك اللي عنها رسالة مسؤولية على 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 جيلنا وعلى الأجيال كاملين الكبار إياك تم خالق صلة بين الشباب اللي في شيء عاد مارق زريبة مثلا ما تلي أعرف هذا وتوه ولا عندي بعد ملاحظة عن الحمد لله خالقنا خطا فيه وخالقين الناس الصغار اللي عادوا مهتمين بالغنى ويقولوا منه شيء زين ونختار ذاك يتم يتواصل وذاك ينفع ولا يتمت الناس اللي فاتت اعتمدت تحضر وتوجه وتساهم انا استاذ سبب مباشر تعدال ماني شاكر عبد الرحمن الباتا وشاكر الشباب كاملين اللي ساعدونا بتعطير الفكره الليله فايته كنت متعشى مع تركي صغار شباب كانوا في محلين يقراوا بالخارج خبطوا على دار متعشين فيها وكردونين حس واحد منهم يقول لاخر كان يقرا يعرف الشيخ المكيون قال انه ما قال له الشيخ المكيون منه سولت وانا بعد تمرفقت حياه سولته شاب عنده 30 سنه قلت له انت الشيخ المكيون ما قد سمعت فيه قال لي ما والله قلت قد سمعت بواحد قال له القصري قال لي ما والله قلت قد سمعت بواحد احمد يوره قال لي نو سام ديك كل شيء ظل عنه واحد قطع له انفيس ولا شيء هو اللي مشيت عنهم بعد خممت قلت لان مين تخلص مين تطرح السؤال اليوم على فرنسي تقريبا كانوا يعرفوا بودلير ومونتسكي ما يقدر يعود يكون يعرف قد تسمع بودلير موتكي وفولتير ولا قلت عود واحد من السنغال ما قد تسمع سيدار سنغال والله واحد صيني ما قد تسمع باليوباي والله واحد كذا هذا تعرف مسؤوليه مشتركه احنا هو الوساني نتخمم وشاكر الشباب اللي عاونوني في الفكره ان شاء الله نظام التربوي عنه يطرح بلاد يطرح مرغايه لهذا ان شاء الله الله يقول اكبر تلميذي من السنه السادسه والله من الاعداديه سولته عن الاسماء اللي هي ما بالضروره يعود يعرف بينما اللي سولته عن معروف الرصافي يغني على تاقه هذه والله والله قاطراتي انت والله قطار والله شي تلحقهم عندهم ذيك بيلي مدراش كان في مناش تعليم بيلي مدراش ولا بد من
لابد من مراجعة تدخل من جرعة شوي من التراث ياك يعباو الجيل الناشئ عليه. هيك ملاحظة قليلة وهي اللي آلية التكوين هي اللي هي اللي زين حتى. لأن مشاهدي الكرام اللي نحاول نقبلوا اتصالات اللي المخرج يشغلنا عن فياس متصلات عليه. نرانا كررنا قبيل من بداية الحلقة عن اتصالات على 20 دقيقة تالية. وراني طالب منكم طالبين منكم كاملين لأن حد لا يتصل أول شيء عدل يطفي صوت التلفزة نهائيا يقعد ما هو سامعه يتكلم معنا في التليفون ويتابع كلامه ولا يعود يحاني يرجع له صوت. إذا كان نقدر نخلو إن شاء الله هذا الاتصال نحن نختار البرامج عود الله برامج تفاعلي معاكم. ومن تعود التليفون لا يتخسر معنا نعود فرع علينا نقلعوها وصعيب علينا. شكرا. ركزين أمي. ألو. ألو نعم. ألو. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة. نعم تفضل. أستاذ حييكم حي ضيفك الكرام. أنا أستاذ أحمد. شكرا تفضل تابع. أنا يرجع لي الصوت بعد ساعة. لا تحانوه. محييكم حي القائمة الأدبية الحاضرة معاكم الليلة دمبو وفي باتا. شكرا. محيي فنانتنا فاتمة التنقلي. شكرا. بخصوص تلمس بعض الآراء اللي قد تنير والله قد تضيء طريقكم أنتم في إخراج البرنامج بشكل جزاك الخير. تفضل. مرضي. لا رأي بعد متواضع عندي أنا. تفضل لا رأيك بالي يدور. نختاركم فعلا شفت هو لين قال وثوان والموسيقى على عملاء واحدة متكاملة ينعدلتوا حلقات متخصصة تميط وتنفض النظر عن الشخصيات اللي ناس لا موجودة معنا حاليا تحاولوا اللي تسلطوا الضوء على زوان وعلى الخطورات اللي واجهها زوان في العصر الحالي. في واحدين عادوا يمشوا يقلدوا العرب ويقلدوا النصارى بحجة عينهم يهامهم وقت الموسيقى الموريتانية للنصارى بالتالي قاعنا لا أرى عنه وعنده مردودية. ومحييكم حتى وشاكتكم على البرنامج القيم. شكرا. كان معكم كيف ما يعرف الأستاذ باتا خالد بدرة. وخيرت مرحبا وخيرت عرفنا. طنطي الأخر قبلتي. ألو هني السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا. ألو انتم اش حالكم ياك خير. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا. تفضل مرحبا بك. برنامج والله تفضل. مش حالكم يا لباس. مرحبا بك سيدي. مش حال لباس ياك خير. ايوه طونا برنامج. الو برنامج معاك تفضل مشاهد مرحبا بك. تفضلوا. ما هو سامعنا يقول لي قص الفزن صوت الفزن لا تبغوا تسمعونا. تفضل مشاهد مرحبا بك. تفضل. رايو. نعم تفضل. خارج من خارج. رايو برامج. والله تفضل مرحبا بك. الو احنا معاك يا اخي. تفضل مرحبا بك مشاهد. تفضل. رايو. نعم. الو وعليكم السلام مرحبا. تفضل مشاهد. معك شيخ العمال. الشيخ والعثمان دكار. من دكار. مرحبا بك. تفضل. تفضل الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ. ايش حالك؟ انا شاكر لكم على البرنامج. تفضل. زين عندنا شاكر لكم ذات المدي. تابع احنا وصلت لك. الله يحييك يا اخي. شكرا بارك الله فيك. واحنا نحييك انت ونحيي جاليتنا الكبيره
في دولة السنغال، ومشرفين قدمنا لكم الليلة هذه الحلقة من تراثكم، وانتم في غربة تعيشوا غربتكم، ياك تعودوا عندكم امتاع وبإعلامكم وعندكم ناهم اللي بتراثكم. احمد اللي عندهم كلامك برها. اغفر لي الشفاع دهر مضم الوجاع في جالة عندك راع العجون خوض زمان. نعم. واغفر دار بالفراع ودويرة بالنعمان. اغفر هي قاصر يا صلى الله غفران. الو انا صنت. الو 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 مخرج قال لي اتصالات ما معتاده انه ما يعرف. الو 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 نعم واش حالك من الزباد؟ مرحبا سهلا مرحبا تفضلوا. الو استاذ احمد معك دول بنيوك. وخير مرحبا بك سهلا. دول بنيوك هذا متعدل انت فينا متعدلة. هذه الحلقة ما قد شافناها. ايوه شوف ذيك ما قد شافناها عاد خطا قلنا اللي فيها من شيء ما هو زين عندك. وزيانة عندي ثلاث مسائل. اه. واحدة فيها استاذي انا دي مقتدي به في السلوك وفي الادب وفي الاخلاق وفي القيم وربانا على ياسر من شيء متعدد. استاذ دنبوت ميدا. جازي. انا قاعد شكيت انا كانك علي انا. وفيها ملك الحكاية الله يلحق المنازع وأمل القصيدة الشعبية الله يلحق ولباسة وفيها أنت يعني قاعد أقول لك أنت شوف وصل حقيقة البرنامج يا الله يتكرر ومثاله من البرامج وأنا نروع عندي اللي قد شفت من البرامج ويا الله البرامج عسوا عن الساحة دخلت وهذا هو اللي زين تتنافس القنوات كاملة على برامج تقدر تفيدنا قد تحقق شيء لذائقة الجمعية وتعرف مخزون الثقافي الكبير الهائي وبصل حقيقة أنا معتبر عند البرنامج مضمونة لذائقة الجمعية هو للدور الابتعاد عن كل ما ليس له علاقة بالنص الأدبي والابتعاد عن الحساسيات والوحدة في الأسلوب النقدي الحقيقي اللي يمشي عليه الأستاذ واللي مشيتوا أنتم عليه. بارك لكم هذه الحلقة ونتوقع هذا البرنامج وننشح برنامج في السنة. جازيك بالخير. لا ما زالت رواية واحدة لا بد تقول لي في من في من في من نقاط ضعف شنو ملاحظاتك انت ملاحظاتك انت احمد احنا ندورون للمشاهدين تقطعت الدور بعد انك تسمح لي تفضل تسمح لي نسلم على صديقي ودو الله يعني مشرف بشهادتي وانا زاد انا نعرف فيه ياسر من خدمه الادب وياسر من خدمه الاخلاق والتفاني في الامور المتعلقه بالثقافه وراشي ان شاء الله عنه يواصل ذاك جزي خير الاستاذ الدو. نحن نشكره يا احمد. انا ماني شاكر شاكر ولا انت ونشكره انا ويستاهل علينا ويستاهل هذا الادب وراجع عنه يعود يسمعنا كي طريق بين من ونسات الأخ الكرام الأدباء ومن أمثالهم من الناس اللي يلا يعود يسمع طلب ويلبيه إن شاء الله في مساهمته في نهض الغبار عن هذه الشخصيات وعن الأدب وعن تراثنا كامل. كان فما كان خلقات شخصيات مزنانين الحكومة لأبدانا من نوع منه هو كانوا يجمع معانا شنو غناهم ما ولا يحصرك ما ولا يحصرك ودو ما ولا يحصرك. ألو ألو نعم ألو ألو الو مرحبا تفضلوا. الو الو وعليكم وعليكم السلام ومرحبا. الو الو السلام عليكم. عندنا مشاهد لا منين نسمعوا. الو السلام عليكم. السلام عليكم مشاهد. الو وعليكم السلام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل مرحبا بك. الو البرنامج. والله تفضل مرحبا بك. البرنامج. تفضل نقص على شوي تلفزه واسمعنا من الهاتف. مشاهد كريم
نقص وجه التلفزيون واسمع لنا هذا صافي. لا تقول تفضل. انا مش حاكي لكم عن برنامج زين ومش حاكي لكم الاستاذ دمور. الله يحييك يا اخي. انا قدم اخلاق زين وعلى محافظه على التراث اللي زين اللي انا حافظه للكامل. صوت ما هو جازيك بخير. طبعا مشكور جزيل الشكر على 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 الاتصال و جازيك بخير الاهتمام بالتراث واهتمام بلدك. السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا. تفضل مشاهد. الو. نعم تفضل مرحبا بك. انتم مش حاركم. مرحبا بك استاذ اول. تفضل تابع حصان طلعك. انا انتم مش حاركم. مرحبا بك استاذ. تفضل مرحبا بك. تفضل مشاهد. انا معاك تفضل. لكم الصوت يبان ما واضح. انا صوت واضح. دوري معي نشكركم على البرنامج. مرحبا بك. واضح. تكلموا تو. صوتك واضح. وراجينكم تكثروا من مدالو. وقايلكم لأن العاد خالف شي من الشباب ما هم مهتمين بالثقافة التفصيلية. تابعوا. خالقين شباب واحدين وهم الأكثرية لا يتعود مهتمة حتى فيه وزينة عند نوع من البرامج. الحمد لله. تابعوا مشاهد. والباقي هي بعد الأسف الكبير لأني ما عندي قبال شي من غنى شخصية ليلة شيخ. هذا الشاعر الكبير اللي قال الشيخ الذكي. ولكن بعد الله من جهل مني انا. جازيك بخير. اكرمك الله يا اخي. وراني مودي نطلب من الفنانة. تفضل. هي لان هذول الاشوار الاصيليين راهم معيار حديثها عنهم. اشوار الزمنيين مثلا. نفوت سمع عن شهر الصيري قاعد يقدم جبار الليلة. وشاكركم بعد كامل. الله يحييك. بارك الله فيك. كرمك الله. بسم الله في الملاهي. كرمك الله. فاتوا بالليل هم من هم الشهر يعود زمني. عود من قصر بتيت. شيخ زينب البوري غير ما عرفت. لمدن. فين احكيها لك تو؟ لما دي العبد انا تمو نحكو اغنيته يلا يقولها يرضي بيها الشيخ عبد الله. بخير. يقول يرضي بيها الشيخ عبد الله والشيخ عبد الله. بخير والله. يقول فريداء الشيخ عبد الله والشيخ عبد الله ظل عنه متوفي 1990. يلا لي مدون ظن من اللي فاد من كل فن والعلم في المدن من دفن. من معنى فيه الغاية ويلا لي ما فيه من صوم وصلوة وفاية مدفون وما فيه عاد من حديث ومن آية مدفون وما فيه زاد مدفون من الولاية. تعرف قريب هالرداء زين قريب. Yeah.
سبل العقرين على فصل في حجاب الظل رقيل رقيل كيف حالات عس عقلين عاد فصل في حجاب الظل رقيل رقيل ها من هذي البحايرة تعس يذي ربحة جابت لك روقة من الحس جابت لك روقة من الحس كانت من حساق تندقى وحدا من ايدك وحيال روقيال ادار روقيال زين حسنا الله زين احمد يبقى واحد من مشاهدين لك وعدوا يجسوا الله الله لا يتري ان الوقبات انا ياسا حتى تابع تابع من يتري من القبول الو الو السلام عليكم الو 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 نعم السلام عليكم طلعت انا يا جماعه تفضلوا تفضلوا مرحبا الو تفضلوا سامعك برنامج زين حتى جازيك بخير تابع اخوي وخارجي قطاع للشيخ معود الهدار عيت اسمه ليلى ما ساعتكم يكتب والله يتحكينا لا يتحكينا حكينا تو ذاك في اخبار عزه ذاك ما هو الشيخ ذاك العبد الله الحسين هذا نهاية البرنامج مصحح لي روايات الو هي والله سمعتك ذاك ما هو الشيخ مكي وذاك مغني ثاني زاد مغني كبير قال عبد الله الحسين ودور ان شاء الله هم اللي عدلوا له حلقه خاصه طبعا اذا رينا اغناه نسرغنا الو شكرا الو الو السلام عليكم وعليكم السلام تفضلوا اخويا الو السلام عليكم تفضلوا تفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا تفضل
سامعينك. البرنامج. جازك بخير، شكرا. الو. قطع الخط للاسف انا. لان صاحب علوم المشاهد. والله تفضل. انقطاع ما هو بين الشيخ و انقطاع ما هو بين عبد الله الحسين ومحمد الهدار والشهير. الشيخ قال لانه ما محمد الهدار ما اعرفه. محمد. محمد دور قال عليه عدو. طار العابدين الهدار. محمد يبارك الله عليهم. محمد ما ادركوا. ما ادركوا. هذا ذاك مهم، هذا من الامور اللي والله والله نوع من البرامج، والبرامج دخلت تهتم بالمجال صح هاي اصل معلومات كيف تهتم. عنده طبعا قطاعات مشهوره مع المختار، المختار الهدار، مع محمد الهدالي، محمد الحمد الهدالي، عالم البشير، مع العصر المهاجرين، نصار معي، ملك همام والله همام رحمه كاملين ان شاء الله جميع كامل. تقدر في الملايا وتم اللي قاعد نقول يغلب اللي يقول بالله بعد القوة والحول. يقول حامد عربي عدت الضعف، ها قفان التالي يقول حامد عربي عدت الضعف اللي باش نزاد علي مو فضل باش نزاد اللي طفى علي حامد عربي الله. واللي يقول ربي عني لما حلمت مت من الذنوب ما علمت. هاي مسار جينا من عقاب اغناها اخر عمره. ربي عني لما حلمت فت من الذنوب ما علمت ماني مول اجتناب قمت وامتثالي مترابي. والذنب شبابي فيه صمت دايم قمت رتكابي شبت على ذاك وفيه دمت. عاد الذنب على حسابي مكتوب لمن ما كتمت واللي كاتب في كتابي مكتوب على فعل وندمت يا ربي لو حجاب رضاك وعفك يوم متحسن لي دون شقابي خاتمتي لك باللي ختمت وش على بالدين جوابي. على بالدين جوابي غافل ذنبي حق بعد وانت رب ولربابي وقابل التوبي من العبد وشديد العقاب. فين حتى؟ هاي من اواخر اغناه هو اللي هلا. شوف لذكر نفض الغبار عن الادب وعن هذه الادباء الشهيرين من وسائلهم واللي هو تخليد اسمائهم في الاماكن العموميه مثلا. والله شوارع نحن هون في نواكشوط تجبر جماعه موثقه بعد الشيء فراج الديك. والله فراج الديك لو كانت سيدة اسمار وقفة الحماء لو كانت فلماتية لوحة مكتوب عليها مسمى عليها أحد من الشعراء من الأبطال المقاومة والله من الناس مشهورة والله من العلماء رموز بن الدكتور لا هي بعد قاعد الرياضيين لا هي تلاميذ المدارس يلجؤوا يعودوا يصوروا عن هاي الشخصية من هي والله ويبقى ذكرهم خالد يا غير هذا ما خلد ما فات خلد فعلا يا طارق حتى ما علمت ما طلع عنونت المحلات التجارية شوف محل مارة الشوي محل مارة الشوي مثل والله وقع حتى في الجامعة في تياتر إذا في تياتر قد يسمعوا لي القاعات الدراسية احنا هنا هذا رانا ذكر بالنسبة لشاهدي قناة الوطنية قد عودوا ما يعرفوا هذا السجيو اللي فيه قال السجيو عبد الله مدوبا وذا السجيو اللي احنا قال السجيو حبيب الله حبيب المحفوظ هذا بالنسبه لنا هون كاملين الناس تقال كامل الوطنيه يقولوا راي شفت كاميرا الفلانيه راي السجيو حبيب وراي السجيو عبد الله مدوبا ويطبوا علينا الشباب اللي هون لان عاد طبعا ذكرت مدير السابق الوطنيه بلي صعبي وتفكير جيد احنا كاملين راه نعود هم اللي نعرفوه نعود نعرفوا علينا ناس مهمة، ناس مشهورة، ناس قدمت شيء الوطن يلا يسمى ليش؟ الناس قاعد خطرت من الأسماء لبعض من البلدات يوحي بفراغ ثقافي تمد ما سمعت يعني ما هو ديك معناها والله فراج ديك وقفة الحمار معناها ما فماتي عادي ما فماتي شيء آخر كان يقد يفرزوا هذا والله ذاك الدار الخضراء يجي مولاي يسبقها بيضة تاخذ أنت تعود عين بيضة كامل قاع ما معروف فعلا أنه هذا فعلا عن تسمية الأشياء بعد قاعد مسميات بس معلمة المدينة كاملة شو الله يلحق قلت معلم بهاي الأسماء الكبيرة طالب مقاومة زمن الأول ما حد خالقين الإعصار
قلنا احنا ركاتي انا اعرفوا مدى توجه القبيله الفلانيه صارها الانصار المهاجرين العلماء الى كل قبائل غير تعرف عن تجبر مدى خلاص صارها الدفاره و زين اللي تقول معناها عنا نحن اللي جات ورانا مده وراذ لا يتسول عنا لا يتعرف تجبر الديك والحمار لا يتعرف تسول عنا نحن اللي كان قبال هو ولدي ولا ما الله يخلق لنا نحن عندنا شي نديروا في بلاد الدايه الخامسه الدايه السابعه الدايه الخامسه انا شوف شنو المسميات غريب انا ما كنا درنا ما عندنا في الدرس في المدارس مثلا الشيخ المكيين لوحه مكتوب اسمه اي اللي متكسي يعرفه الناس ونقول لك عندي رايه بان اعرف اي اللي بك مدرس تلاميذ المدارس اللي يسولوا عند الراجل منهم لا عين قاعد القى الرايه في قريهم منهم سيد احمد ولا احمد العيد من يسوي له يوقع في البيت بكار هذا تلاميذ المدارس يقروا روسهم يقول له يسولوا لهم عند منهم والله ولا هم ولا تاكسي سوى العذ منهم ويحصلوا ثقافه من هناك والله يحصلوا قاع نعاونوا قاع نعاونوا الكتاب المدرسي والله يضحك نالو الو نعم فضي ورحمة الله مشاهدي وعليكم السلام ورحمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة فضي احنا معاك الو السلام عليكم وعليكم السلام برنامج اي والله لا راسك الو فضي احنا معاك تفضلي ايوا انا ساكنكم من هذا البرنامج شكرا جزيلا بارك الله فيك ومهنئكم على مهنئكم على اختيار مهنئكم على اختيار الضيف دمبو والله الا خير تمام محمد ميدان والله حاسدينكم عليهم ولي الليله نحسد عليهم خلانا شكرا تفضلي برحبي هذا نوع البرامج مهم تقديمها لشخصيات تراثية أيوة غير نختار مستغلهم ولا شيء آخر إحنا هذا مستهلكين إحنا هذا مستهلكين لدى الشعب نختار يتم وتنسحنا في لما اللي على على الأدب من على داخل النص في مثلا عود عندنا صور الصورة في شعر الشيخ المكي مثلا أها واضح واضح الفكرة تابعي الاستعارة مثلا في سعر الشيخ المكيون كذلك نختار اللي نقلوا شوي نختار شوي نقلوا من المقص المقص اللي يقص دائما من الأدب في مثلا المقص السياسي قال هذا الشعر ما نقدروا نحكوه به اللي هي سياسي ولا نقدروا نحكوه باللي يفرق الجماعة بينما في الأدب بينما في الأدب الشعر الشعر الفصيح نادم يفرق الجماعة الله يلحق الله يلحق الله يلحق الله يلحق الله يلحق صغيرين نقعدوا حيا والدينا وعرضونا صحيح فجئت وقدنا باطي لنوم زيابها لدى الستر لا لفة المتفضلي والعادي عنه والله شيء هذا 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 قالت عادي لا يفرق الجماعة بينما في الشعر الحسان منين منين النص منين يجي النص الغزالي يقول لنا عنه يفرق جماعة جماعة ما يفرق جماعة هذه قالت ظاهرة غريبة ومجتمع البيضان يقول لنا هذا يفرق جماعة ما قد نحكى الجماعة ما أنه ما يعودوا كانوا يقولون لنا الكهولة عن عن يقولون لنا الكهولة عن عن غزل غزل الفاحش وغزل غزل اللي ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كذبت وان لا يحسن الله وان ذلي كذبت لقد اسبي على المرء عبثه ومنع عبثي ان يظن به الخالي هذا كان يقره النكول وعادي عنه هذا المكان ما وقره يعود الادب اندثر يعود الغزل اندثر
هذا هذا قالت بارك الله فيك مشاهد الكريمه قلتي باللغه الدفرت والله يا مداخله قيمه وارده من شباب مده معين الله يجازيك بالخير اي مداخله تستحق تستحق لدي بالحساني لحظه شوي تفضلي لحظه تفضلي حساني وقرت تندثر اللغه بين اللي كانت كذلك فمي قسم واللي اخر يعود الغزل من قبل قال على متغزل بها معينه قال ما تبي قد نحكي ما تبي قد نحكي اللي المراه عادت ما تبي طيب وقال حد اخر عنه ما يقد نحكي شنو يعود الادب ملك للناس الاخرى تصادروا كل دقيقه يصادر منه شيء هذا قاعد الادب ما تبي يعود خالد الله يرحمه لا اللي يبغى حد يقطع منه هذا ما احنا هذا المستهلكين متضررين منه الله يرحمه زين هذه شكرا واضح الفكرة شكرا جزيلا لهذه المداخلة وانا طالب بحماية المستهلك تدخل لحماية الأدب زين حتى المواضيع طرحت لكم يلا هذا طرحتي مواضيع طرحتي بطريقة بسيطة الله يجازيك بالخير بارك الله فيك مشاهد الكريم الله الله شفت اللي كانت تقول اخبار الشارع العربي صحيح وهذا ثابت الشارع العربي نقراه منه مع الكهوله اللي مثلا الشقاع ما قالوا يبغى ما يدخل فهم الحسين والوقت اللي نحكى قافي شوي كلمه سبت لك كثير والله كلمه كذا والله كذا يعود العبد له حد يمشي به وغريب اني قبيل كنت مع شاب من الناس اللي يعرف شيخ المكيون الموضوع غريب وتكلمنا عن كنا نناقش الله يعرف بس قال انه يعرف شيخ المكيون انه عاش معاه سنوات يرجع كان يقرا في الخارج ويجي في الراحه ويتم معاه ولا يقدر يحكي له غناه صحيح. قال انه بدا يحكي له غناه منين عاد في مواقف سياسيه معينه وعاد يقول لغنا في السياسه يحكي له لا غنى السياسه في نفس الوقت اللي هذا ظاهره فعلا يلا تناقش يلا انتم وصل مستهلكين قلتي انتم ماكم مستهلكين تبارك الله ربكم ماكم مستهلكين انتم المهتمين بالادب احنا مو المستهلكين انتم من جمهوركم قد ايش جمهوركم الاغنى ونحكوا عليكم يالتكم تكتبوا عن ذا وطوروا وفعلا هذا قيم هذا المقص هذا افكار قيم هذا المقص صحيح اللي قالت الاستاذ كان يحكي لنا طلع من السياسه وقال انه ما يقدر يقول ما بي قاع لا ما نعرف انا وتوف اخبارهم احنا خارجين غير كيفك هي قايله ما معناها عن حد يقول اللي فعل لسانه الا عنه بعد يلا كيف الغزل وكيف توصل بالشيء نحن نجعله من قلوه في جماعة لحد أصغر منا بينما نحن ما فينا حد ما قراه شيء باني بان السعادة قلت لك اليوم منين انت كل حد صادر الأدب من زاويته حتى تارك أخوك صغير مين أقول لك احكي لي طلع المولياني ما قد احكيها لي بيه اللي بيه غزل ما قد احكي له بيت من آلي نوع مين قال راجل شهير منا عن حد ما وراجل عالم وخير بعد قال في زمن الشباب بعد عن حد ما يعرضها ما يلا طفل ما يعرضها ما يلا يمشي عن قيمتهم ورا المغرب انا لا نسيت ما سولتك عن اسم كتوب تبغي نعرف اسم مدقله على كل حال انا طرحت برنامج قرين قال القرايه تبارك الله قرايه قراتنا تبارك الله قال القرايه ما تذكرتي يا مارك البرنامج قراتنا تبارك الله الليله قريتينا الليله قال القرايه عن جهه والله ملي مستمعة عند اسمه خالد تقول القرايه تقول كل حال ما ياسر لكن حاليا من حمايه المستهلك مستمع حره ولا قرايه اذا عاد عندك واحد اخر اقول لا كنا من لا عندكم شيء تحكوا تبارك الله الله ما بتتنا قاعد لكم محمد حقتنا محمد الوقت مات لي الوقت مات لي بعيد زال عطينا مو مشاهد الو 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 نعم عدل تفضل مشاهد مرحبا بك الو نعم تفضل السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام مرحبا بعد البرنامج والله والله تفضل الحين معاك والله بعد البرنامج والله والله تفضل انا ساكت اسم هذا البرنامج شكرا جزيلا بارك الله فيك الو شكرا بارك الله تفضل احنا معك تفضل برامج سيء حتى اصل الصحه والله تفضل احنا معك تفضل نقص لبسك نقص لبسك قال لي جيب ما اعرف اني قنم اللي مقنني نقص لبس اخويا والسادي مولانا تديني دواردني ونكسر الضوء
سهالي مولاي قولي للشيخ يبا. الو الو ولا عنه انقطع الخط. الحمد لله لله. ما يقولي الشيء اللي بتيتك هم المشاهدين كي قلت احمد قبيب انت قلنا لهم لما تم يسمع واحد يتكلم معنا ينقص تلفزته ويسمعنا من مازالت ثقافة اتصال في التلفزيونات مازالت تغلى الحمد لله حيلك في الراديو في البداية كان صعيب عليهم وعقبوا طبوا عليها كان يطب عليه احنا اختاروا يعود تفاعلي اللي هذاك النوع من المشاهدين اللي اتصلوا علينا تبارك الله ما شاء الله هاي الظواهر اللي ضحونا مهم مهم ملاحظات مهمة. نعم الو الو نعم الو نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل خويا. السلام عليكم احمد. مرحبا بك سيدي. الو نعم تفضل. الو وعليكم السلام تفضل. الو مرحبا بك سيدي. ايش حالك يا رباط؟ اطفي انقص فوليوم التلفزه اطفيه. الو احمد تسامحني. سامعك غير اطفي التلفزه. اطفي فوليوم انقص فوليوم. احمد تسامحني. سامعك سامعك تابع خويا. قصفون قصفون اطفي نهائيا صوت وقف صوت نهائيا احمد معاه مستمعين قالوا شخص والعابدين وخيرت مرحبا سهلا تفضلوا انا قصفون طيب انا ما عنديش شكرا انا مشجعك حتى للبرنامج زين عندي عندي ذكرى شوي تفضل في البرنامج يعود بولادية تحت نخل ولا تحت شي ما تعود وراء الصورة ما تعود ها؟ ويا رحاحي اللي معطي البرامج ما يقع مهمة حتى تعود مضيارك ونتم وشونه قلت لك نختار البرامج ويقول تحت نخلة حقيقية ايه هي حقيقية؟ شوف 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 خوي هاي حقيقية شوف ايه؟ شوف هاي رسالة هذا حقيقية احنا مجمعين ذاك بيضة حقيقية والله انا زين اسمع فينا احمد اه احمد احمد تفضل خوي الو هاي مجرد نفسي قلت لك قلت له المهم اه عندي قاعد خونه في قضية الكرة تفضلوا الو تفضل خويا تفضل سامعك قلت جلس ونبغيك تطلع العودة انا عاجز عن فضلاء نقول كان اسمعني وارة الشباب كان اسمع لي وارة الشباب ايه سامع تراث اجداد وما يرخي كان اسمع لي ورث الشباب تراث اجداد وما يرخي ايوه الو كان اسمع لي ورث الشباب تراث اجداد وما يرخي سامعك حد بتراث وما ينعاب ينعاب الله حد بلا بي حد بتراث وما ينعاب ينعاب الله حد بلا بي زين حتى هرولي يطلعوا لك عبد الرحمن ايوه شوف راني صالحكم هاي من الخارجين المغنيين حكم انهم قاعد شافهم يا احمد تفضل وتفضل تابع لا توقف الناس ما تعرفهم اللي خارج راجل خارج راجل قال له خطره والختام من الولاد شهير والله وخارج واحد قال له علي والجار والابيض لا القناه ما مشير والله هذا 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 موضوع تكلمنا عنه في بدايه البرنامج خالق واحد بتقول سياده ناس يفهم عنه بعد استعمار الولايه شكرا واضح الفكره وصلت شفت هذا الموضوع تكلمنا عنه استاذ مساء عبد الرحمن تكلمنا عنه في بدايه البرنامج في ناس ما هي ما هي مشهوره وهي هي هي مبدعه غير ومغنيين غير ما مشهورين والله اغناهم ما مشهور وفي ناس مشهوره ومن يتلود الاغناء تجبر اللي يوصل منه لا طلعتين ثلاثه اربعه اذا كامل موجود وطالبين منكم مره اخرى ورانا مكرينها مؤكدينها لكم مؤكدينها لكم عن حد كامل عنده حاسب مغني وخاصه مين يعود اللي ما ولا عاد ما هو مشهور زينه نزرين اثنين صح اللي واحد الاول قال انه اولا لا ينسمون احنا ومستريكين اللي يسمعوا ياسم الاغنيه اللي ما قد سمعوه وثانيا لا ينعرفوا برقاج ما كان معروف وهو يلا يعرف به يعني عن وقع هذا لا البنور الرغو نعم
ايه كلش عاقبت احمد الشواد اللي استقبل عن الابناد اللي في الضرب معتهد وقيس احباب واهلي ورشر هصه زاد تفطن فوطان ولفي ورا لا لا تا ورا تا انفتر قلت له هو ذاك القصد بيه يا كانوا يرجع باط احمد دحمل الددي كان ارجع بايا يا احمل الددي يا كانوا ويرجع بطحمل دحمل الددي زين حتى محمد الشيخ طلعوا هون طلعوا زينات الجديد توجي قول الدهر اللي عادت فيه التاريخ الخلق مساوي حد يعس على كبر فيه ما هو قاع مع حد حمار والله ما هو فيه مع حد حمار الدهر اللي عادت فيه التاريخ الخلق مساوي حد يعس على كبر فيه ما هو فيه مع حد حمار شين رقادي واسيه عليه تقلابي واسيه وتخارع يداك الدهر واسيه ويقر الا حده في الجارع تشوف الحق مسح فيه الخلق وللباطل يتكار وتشوف عد تصم الشين رقادي للناس اللي قار الفعل اللي بيجوني تبكر وبصم وتسقى باطل قابل من هلار شكيت يا عمي من هلار المشرع نبغي يعرف عني المشرع يعرف المغني اللي يفيد من الاخبار اللي يعرف بيها تفوقيه عنه غالي مشرع هلار والنخله وخليه الخيمه هي قاعده اللي قديمه في الباقي وفي الباقي طميمه ومن ماكر حزمي الكبار ولاقت طمرق اللي تخيمه باقي اموره ونشار نهار غير في صوار من قد أنا إيش نخل دار أغلى وشد حزين من ماضة تنعد من هلار ولا فيها عار والله فيها عار أنا بعد ها والله فيها عار أنا بعد نقول إني مذيك الدار ما نعرضها قلت لي بي أغلى غادة دنيا أنا مشرع هلار ومشرع هلار ومزاد النخل وامورة وإنشاء اسكري واللي يقول دار عبيرة بات خلات من الحيات ودار مغيرينات خلات من الحية الله يسلمك عاد العلي بالزيارات وزوير الدنبية ذيكية واصل خلات من الحية هي والصدر الواد ومن الملودية يبست عقوبة زاد الدنيا ذيكية طلعة طلعة عادي مقفولة طلعة مقفولة زين عاد هاي من الزين الشي قد قالوا الجيران والله طلعة زين طلعة دار عبيربات خلات من الحياة ودار القيرنات خلات من الحية عاد العلب زيارات وزوير الدنبية ذيكية واصل خلات من الحية هي والذر صدر الواد ومن الملودية يبست عقوبة زاد الدنيا سيات نعرف بعد اني مالي لعب نعرف بعد اني مالي لعد بحد يرد علي رد مونك عندي سابق حد نعرف بعد اني مالي لعد بحد يرد علي رد مونك عندي سابق حد جابر عن المدن حد اليوم قايل عنه عدو يا سعد امو يامس بامو كلهم زين حد شنو ايش كوريا قالت لي نقص طلع عليك محكي ما اعرف نص كوريا قالت لي انا ما انا كتبتها غير ما عندي قاعد طم مكتوبه كوريا قالت لي نقص
للسوقية عندي الكلاش نخلص للسوقية وأنا محرص في الماء طرف الحق وقية غير أي حد لحد يخص قايل كنت نهر وقية قلت له كلاش نص وقية ما أخ حق بعد عرف ما عرفت عني مغمي فيها هي كنت علي والماء طرف كنت هري مغمي فيها هي ماهر وقية فما عرفت اني مغمي فيها هي كنت علي والماء طرف كنت هري مغمي فيها لي ايوا احنا مشكلتنا الان الوقت لابد من يوفر حق بعد ما تلات لنا ما هو دقيقه واحده لا يمكن يامتنا نختموا مع فاتو فاتو تقول لي شعور المستمعين اختموا به طبعي مرخي حكمت غلاك انت يا بيدية وانا ما نرخي شفت حكمت بيدية الله انا ما نرخي شفت استاذ احمد مشكور وجزيل الشكر الضيف الكريم اللي شرفنا بالحضور معانا وقبل دعوتنا بكل اريحية لان وجدنا الدعوة جاز الخير وشاكرين جزيل الشكر للجماعة اللي ساعدتنا في تعرف بهذه الحلقة نكرنا بالخصوص يحيى والشيخ عبد الله ومحمد العون الشيخ والمكين ومحي والميحة والحسن وأيضا إبراهيم وسيدي حب الله ومحمد سالم الحب والزميل ونشكر جزيل الشكر مختار سالم الحبيب مختار سالم الحبيب أيضا ونشكر أيضا جزيل الشكر للفنانة والزميلة فاتن قابل غني على ما قدمته للمشاهدين الكرام من ونشكر فريق العمل من وراء المقصورة رباح فال وشياخ وشنان وإن شاء الله ودورنا ونطلعوا لهم إن شاء الله بإسلام للصبح شخصية الحلقة المقبلة وارقام الهواتف عود يساعدونا إن شاء الله في إيجاد أدبها وحياتها إلى اللقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.